يا سلوى خلاص تعودت تتأخر كده كل يوم. ما هي بيبقى في محاضرات متأخرة، وحتى لو ما فيش محاضرات متأخرة بتقعد للساعة 5 تذاكر في المكتب. الأجازة قربت وهنبطل نقلق عليها. أنا نسيت أقولك، صحيح أنا بكلم نبيلة على طول، ما حدش بيرد في البيت عندها. جايز عند عمتها؟ ممكن. أنا كنت عايزة أمسك فيها كام يوم تيجي تقضيهم معانا زي ما قلتلك. ألا أنت لسه ما قلتلهاش؟ افتكرتك قلت لها وهي اللي رفضت. ما انا قلت يعني استنى لما نقبض عشان نعرف نحتفل بيها كويس. اه عندك حق. عموما انا هتصل بيها تاني. مساء الخير. مساء النور. جبنا في سيره القط جه ينط. نيو نيو. انا قلت ينط مش يخربش. يا ماما انا اخربش اي حد في الدنيا الا انت يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي غيري هدومك عشان نتغدى سوا، انا مش هاكل لقمه لما تيجي. لا يا حبايبي اتفضلوا انتوا، انا سبقتكوا كل سندوتشات في الكليه. وايه اللي خلاكي تاكلي طالما انت عارفه انك جايه بدري؟ ما انا ما كنتش جايه دلوقتي يا ماما، انا كنت طالعه اذاكر في المكتبه زي ما قلت لك، وبناء عليه كلت سندوتشات قبل ما اطلع. لكن لما طلعت لقيت حسام سايب لي خبر انه مش جاي الكليه النهارده اصلا، قمت نزلت وقلت اجي اذاكر هنا احسن. هو مفيش مذاكره تنفع من غير حسام ولا ايه؟ مش دي القضيه، القضيه هي السبب اللي خلى حسام ما يجيش النهارده الكليه. ايه السبب؟ حاجة حصلت؟ مبروك يا بابا، مش بس بقيت أبو رياض، بقيت جده كمان. ولا نبيلة جابت رياض؟ مبروك مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيكي. يبقى عشان كده بقى نبيلة ما كانتش بترد في البيت. ما عرفتوش نبيلة في أي مستشفى؟ لا يا بابا والله. لازم اروح اشوف، لازم اشوف رياض الصغير عقبال ما اتجوزه يا حبيبي. يا ترى مين يعيش؟ يا ترى يا ابني لما تكبر هتحبيني ولا لا؟ يا ترى لما تعرف ان انا السبب في موت ابوك هتحبيني ولا هتكرهني؟ أكيد الناس هيقولوا لك إن أنا بعدت مشوار الموت ده وسممته بالكلام وخلته يسافر غصب عنه دمه متعكر، بس والله ما كان قصدي. أنا قلت له ما تسافرش على أساس هيسافر الصبح. والله ده أغلى من ضيع عينيا، ده حبة قلبي من جوه جايز يرضى عني ويسامحني. كيس يا ده عليك كتير قوي يا ماما. مش خساره فيهم، ده اقل واجب. ده سر رياض الله يرحمه ما كانش مخلينا محتاجين حاجه، والست ام بقى بصراحه مش مخليه على حتتها غبار. لازم نروح نزورهم وفي ايدينا حاجه كويسه. بس انت جبت الحاجات دي كلها منين؟ ده انت معكيش فلوس كتير. ده انا بقالي 3 شهور بجيب في الحاجات دي عشان ولاده الست نبيله، وبدعي ربنا واقول يا رب استرني وكملها جمايل عشان نروح نزورهم وفي ايدينا حاجه تشرف. يلا يا اي، يلا شيل معايا الثابت حطولي على راسي. لا انت امسكي من ايد وانا من ايد. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. الله يرحب بيك يا ست الكل. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا ايمن؟ عامل ايه؟ كويس الحمد لله. امال ماما فين يا تيتا؟ واخده رياض في حضنها وقاعده جوه في الاوضه. الله انتوا هتفضلوا واقفين كده ولا ايه؟ ما تتفضلي. تعالي يا ام ايمن. اصل ام ايمن جايه تبارك لي على رياض، فقلت لها لازم تيجي تباركي الماما، هي كبرت البيت. طب ليه بس يا بنتي؟ انت تعبه نفسك كده ليه؟ ده ما يجيش من بعد خيركم عليا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايمن ازيك يا تيتا؟ اهلا يا حبيب قلبي تيتا. ازيك يا روح؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ شفت اخوك رياض الصغير؟ الله ده حلوه قوي يا تيتا. صحيح، اللي خلف ما ماتش يا ست ام رياض. ازيك يا ام ايمن؟ بخير طول ما انت بخير. ايه بس اللي انت جايبه ده كله ده؟ خصيمك النبي ما تكسفيني يا ست ام رياض، دي حاجه بسيطه ومش قد المقام. ما يجيش من بعد خيركم عليا. استغفر الله العظيم، والله ما كان لي لازمه. لو كنت اقدر كنت جبت لك نجمه من السما. هديه مقبوله، تعيش يا ام ايمن. يلا فاطمه حضري لنا الغدا. حاضر. لا معلش، كتر الف خيركم، احنا واكلين وجايين على طول. قولي ماما تقعد عشان نتغدى مع بعض عشان خاطر اخوك رياض. انا بس مش ضروري نتغدى عشان خاطر بابا رياض يا حبيبي. خلاص بقى يا ايمن يا حبيبي،
تيتا قالت لك عشان خاطر بابا رياض، ما تكسفهاش بقى. حاضر. حضر لك الخير يا حبيبي. ألف رحمة ونور عليه. معلش أنا آسفة قوي على التأخير. ده أنت مواعيدك بقت فالصو خالص. خلاص بقى، ما أنا قلت آسفة. وحشيني اليومين اللي فاتوا دول. طب يلا بقى نطلع المكتبة، لحسن أنا مفتقدة قوي المذاكرة فيه. مفتقدة؟ ليه أنت عملتي إيه اليومين اللي أنا ما جيتهمش دول؟ كنت بذاكر في البيت. شاطرة، برافو عليك. أوعى تطلعي تذاكري لوحدك فوق في المكتبة. ليه بقى؟ حد يعكسك يا عمر وانا مش موجود ولا حاجه. ماشي يا حامل حمى، يلا بينا بقى. لا ده انا حامل حمى جامد قوي على فكره. بسم الله ما شاء الله، رياض وهو صغير بالظبط. والله يا عمي انا بفرح قوي لما حد بيقول لي كده. مش بيقولوا برضو اللي خلف ما ماتش؟ ربنا يخليه ويبارك لنا فيه ويوصل فيه اللي انقطع بموت ابوه. امين يا رب. وحضرتك صحتك عامله ايه؟ نحمد الله على كل شيء يا ابني. والله احمد كان دايما بيجيب في سيره حضرتك ويقول الاستاذ يوسف ده استاذنا ومثلنا العالي. ده حتى كان شايل هم حضرتك بعد موت الله يرحمه رياض، وكان بيقول انا خايف على صحه الاستاذ يوسف من الزعل. الحمد لله على كل حال، الحياه ما بتوقفش لفقدان عزيز مهما كان. الحياة لازم تمشي ودي إرادة ربنا. أحمد بعتبره زي ولادي بالظبط. ربنا يخليه ويبارك فيه. ده شرف كبير ليا يا أستاذ يوسف. وزي ما دمك ده يا عمي. سلم عليكي. نفسها تجيلك بس أنت عارفة حكاية صعبة. أنا عارفة يا عمي، بس هي والله ما قصرتش، دايما بتطمن عليا وبتسأل عليا في التليفون. ست كلها ذوق ورقة، ربنا يخليها لك يا رب. ده من اصلك يا نبيله. ربنا يخليك يا عم. وسلوى اخبارها ايه؟ سلم عليكي، اعملي حسابك لما تشد حيلك شويه تجيبي الاولاد وتيجوا عندنا تقعدوا كام يوم في البيت عشان نفرح بيكم. يا خبر ابيض، انا والجيش بتاعي ده كله وكام يوم يا عمي؟ لا ده احنا نعمل لكم رستان في البيت كده. هيبقى احلى مرستان اللي يعملوه اولاد ابني. ايوه بس يوم واحد معلش، لكن كام يوم دي صعبه شويه. الله، انا مش من حقي اشبع بولاد رياض. ازاي بقى؟ ده حضرتك ليك الحق كله. ده انت الكل في كل يا عمي. ده حضرتك الخير والبركه امار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا يا ماما، اتفضلي. لا مؤاخذه، ما كنتش عارفه ان عندكم ضيوف. ما هو الاستاذ يوسف برضو ضيف. هات يا اختي ابن ابني، هات اخش بيه جوه عشان اشبع منه قبل ما انزل اروح شغلي. حاضر يا ماما، دقيقتين بس، اصل عمي كان جاي مخصوص عشان يشوفه. الكلمه هنا كلمتي انا، فاهمه ولا مش فاهمه؟ معلش يا نبيله، اديها يا بنت الولد عشان تسكت. عموما انا كنت ماشي. لا ازاي بقى، هو احنا لحقنا نقعد مع حضرتك؟ معلش انا اصلي عندي الحصه الاخرانيه لازم احضرها، وكمان المدام مستنياني عشان نروح سوا. هاتي يا اختي الواد، هاتي عندي شغل بالالافات، والشغل عندي ما بيمشيش الا اذا كنت انا موجوده. حاضر يا ماما. طب يا نبيله، الحمد لله على سلامتك يا بنتي، وما تنسيش اللي اتفقنا عليه. من عيني يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام، مع السلامه. ابي خلينا نشوفك. انت والدتك يا نبيله. ان شاء الله يا عمي. اتفاق ايه بقى ان شاء الله اللي كنت اتفقتوا عليه؟ ابدا يا ماما، ده عمي كان قال لي اني اخد الولاد يعني واروح ازورهم. ولاد ابني ما يروحوش عند ولية زي دي. عايزه تروحي تبقى تروحي بطولك يا حبيبتي. هي بتعمل كده ليه يا امي؟ ده انا بعمل المستحيل عشان ارضيها. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هنعمل ايه يا بنتي؟ نصيبك كده. بس انا خلاص ما عدتش هاخد الولاد عندي تاني، مادام ده هيعمل لك وجع دماغ. لا حول ولا قوه الا بالله. ما قلنا خلاص، ربنا هداه. حزنها على ابنها خلاها تعرف ان الله حق، لكن اللي فيه طبع ما بيبطلوش. انا اللي نفسي اعرفه بس، هي ايه اللي في دماغها وقالت الكلام ده ليه؟
مين اللي مدخل في دماغها الفكره دي اني اخد الولاد واربيهم هنا واكرههم فيها؟ طب ليه؟ ده هي اللي بتصرف عليهم وهي اللي فاتحه البيت. دي بتديني مصروفي زي العيله الصغيره يا امي. عمري ما فكرت اقول لها اعملي لي شهريه عشان اصرف على اولادي براحتي ولا حاجه منتي. طب ليه كل ده؟ ما انا ممكن اسيبها وقت ما اسيبها، ومن حقي ان انا اخد الولاد في اي وقت. ايوه هو ده بقى مربط الفرس. هو ايه ده؟ ان من حقك تاخدي الولاد وتمشي. مش فاهمه. حماتك عارفه كده كويس، وعشان كده بتضايق عليك، خايفه لحسن تطيري بكتاكيتك. هو ده بقى اللي انا بفكر فيه. لكن احمد اخوكي بيفكر انها ممكن تقول لك كلمه ناشفه او بايخه، لكن كل ده مش مهم. امال ايه المهم يا امي؟ عايز اعرف الست سرايا بتفكر في ايه، ولا بترتب لايه علشان ولاد ابنها يفضلوا في حضنها، او عشان انت ما تفكريش تاخديهم وتمشي، او حتى تسيبيهم وتمشي. اسيبهم؟ اسيبهم ازاي واروح فين؟ تتجوزي؟ اتجوز؟ اتجوز ده يا امي؟ مجنون مين اللي يقول اني اعمل كده؟ ده انا عايش طول عمري مكويه ابن الرياض. ده انا كل دقيقه عشتها مع رياض تستحق ابكي عليه لغايه ما اموت. انا عايش الراجل تاني غير رياض يا امي؟ شوفي يا نبيله، انا خايفه لتكون حماتك هي اللي بتفكر كده، وعشان كده بتضيق عليكي عشان ولاد ابنها يفضلوا في حضنها، وخايفه كمان لتكون بترتب لحاجه عشان تربطك بيها جنبها. ترتب اللي ترتبه، ما انا كده كده مربوطه بيها عشان ولادي، عشان رياض الله يرحمه وصاني عليها. يعني هتعمل ايه يعني يا امي؟ مش عايزه الولاد يجوا هنا؟ مش مهم، بلاش الولاد يجوا هنا، المهم عندي انك قاعده معايا. لا لا يا نبيله، انا خلاص يا بنتي ما ينفعش ان انا اقعد معاكي، انا هجيب حاجتي وارجع هنا بيتي. كده برضو يا امي؟ اهون عليكي تسيبيني لوحدي؟ لا يا نبيله، انا مش هسيبك يا ضنايا. انت خلاص بقيتي كويسه وتشد عودك، والصبح معاكي فاطمه، وبالليل ولادك في حضنك، وانت ما انتش لوحدك، انت في بيت عيله. لكن انا خلاص ما عادش ينفع بعد الكلام اللي حصل النهارده ان انا ارجع عندك. انا مش هسيبك ابدا يا ضنايا. زين وايد عندك العربين بتاع اوض النوم اللي اتدفعت امبارح؟ عربين امبارح عند 5000 جنيه الاوضه اللي قلام. 5 أقلام. 6 الاوضه الطاووس. 6 طاووس. 7000 جنيه الاوضه الشمعدان. 7 شمعدان. ما تحصي خطك يا سيد، ايه نبش الفراخ اللي انت بتكتبه ده؟ حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوم خد الدفاتر دي ووضب حساباتك جوه في المكتب. حاضر يا ست الكل. تأمريني بحاجة تانية؟ لا شكرا. السلام عليكم. انت ايه اللي جابك؟ مش خايف لا رجالتي يقطعوك ويرموك للكلاب السعرانة تاكلك؟ على ايه ده كله؟ هو خير ان تعمل شر ان تلقى؟ هو اللي زيك يجي من وراه خير؟ وانا كنت عملت لك ايه يعني؟ هو انا جاي استجدى منك ولا استجدى منك؟ ده انت لو عايزه حاجه انا اديكي. اطلع بره بدل ما اخلي امي تلاقي اله الا الله تتفرج عليك. امي تلاقي اله الا الله مش هتتفرج عليا انا، هيتفرجوا عليك انت والمستخبي يبان وفضيحتك تبقى بجلاجل. انت عاوز ايه يا علي هنداوي؟ ايوه كده حلو، تكلميني كويس اكلمك كويس. ما تخلص، انت لسه هتقعد وتحط لي رجل على رجل. اولا انا جاي اقدم التعازي في نجلكم الكريم. وهو ده اللي جابك؟ ما هو لو كان موجود ما كنتش عتبت ناحيه المعرض، كان زمانه قطعك بالحته. ولما كان يقدر يقطعني ما جاش وراني المرجاله ليه بعد ما بيعتك املاكك؟ اخرس ده قطع لسانك، ابن سيد الرجاله كان ممكن يفعصك زي الصرصار تحت جزمته. بس انا ما قلتلوش وساختك اللي انت عملتها فيا، كان زمانك مع الاموات. كويس ان هو سبق وراح مع الاموات. اطلع يا واطي من هنا، اطلع بره، اطلع بره انا اصفي لك دمك يا حيوان يا واطي يا خسيس. يلا يا حرامي يا نصار. اطلع بره. ايدك امسكوه الكلب ده اوعى يعدي من ناحيه المعرض، اكسروا رجله لو جه تاني. اوعى عملك له ايه يا سرايا؟ ايه
خايفة للمستخبي يبان ويعرفوا ان انا كنت جوزك وانك انت كتبتلي املاكك عشان افضل معاكي وانا رفضتك. كذاب كذاب المبرر الحرام النصاب ده المبرر. بره ايوه ربنا ينتقم منه، ده كلب ولا يسوى. ما تعمليش في روحك كده. كتير يا انت، انت حبيبي كده سبتني، سبت امك قلت عليك يا روحي، سبتني كلاب السكاكين هشوا فيا قلت عليك يا رياض. خديه معاكي بقى ده، ما تسيبيه مرتاح في نومته. انت بتقليه ليه؟ ده ربنا موجود واسمه الحافظ، وربنا هيحفظك من ولاد الحرام ويبعدهم عنك. بس بس يا نور عيني، بس صلي على النبي كده في قلبك واهدي. عليه الصلاه والسلام. انا مش عارفه ايه اللي جري لي ده، الخبطات ورا بعضها ورا بعضها لما ظهرت قطم يا فاطمه. مش عارفه حظي ماله. ماله حظك؟ الله، احنا برضو لازم نحمد ربنا. ربنا مرزقك وساترك ومديلك عيال يتهادوا للملوك. صلاه النبي الله اكبر. وان كان بقى على سرياض الله يرحمه. اتخطف يا فاطمه، رياض اتخطف، ما لقيتش اشبع بيه. ده عمره، وبعدين ربنا ما حرمكيش منه خالص، ده مديكي تلات عيال ذكرى عشان تحسي ان هو موجود. اما اللي ما يتسمى ده اللي اسمه هنداوي، الحمد لله انك انت خلصت منه. اه يعني دلوقتي لو كان هو بقى ركب دماغه ومرضيش يطلقك، كنت انت ساعتها بقى هتعملي ايه؟ مش نحمد ربنا ونرضى بنصيبنا؟ الحمد لله. قوليلي، هي لسه رمزية عند بنتها نبيلة جوه؟ لا دي بقالها كام يوم ما بتجيش. احسن. يهو ليه؟ طيب مش دي ام برضو؟ وانا قلت انها مش ام، بس بعيد عننا ولا حبة حبة ياخدوا عليها العيال وما يقدروش يستغنوا عنها. خلاص هي مشيت لحبة حبة ولد ياولو. طب ونبيلة مالها؟ ما بتاخدش العيال وتروح عند امها؟ لما بتيجي رايحة لامها بتسيب البنات وبتاخد رياض على دراعها، وهي يا دوبك ساعة زمن اللي بتقعدها، ويمكن كمان ما بتكملهاش. ربنا يستر. الله مالك بس؟ انت بتدوري على حاجة تشيلي همها؟ انا خايفة قوي يا فاطمة. خايفة من ايه؟ لو نبيلة خدت العيال وراحت اتجوزت، هتبقى العيال مش شحطاطة بيني وبينها، وساعتها هتبقى قطمة وسط على حق.